أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول فيه صاحبه: هل حلق الشعر الذي فيما بين الحاجبين جائز؟ لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى العبث بالحاجبين، والغالب أن ما في شعر بين الحاجبين، وإن كان فهو يسير، ولو فتح هذا الباب للعبت النساء بالحواجب ويقولون هذا بين الحاجبين، لا ما يصلح، سد الباب. نعم، لأن الحين سبحان الله أثقل شيء على النساء الحاجبات، مثل اللحية ثقلها الله على بعض الرجال، لأن الرسول نهى عن أخذ الحواجب ونهى عن حلق اللحى، والشيطان يزين للنساء أخذ الحواجب ويزين للرجال حلق اللحى، صارت اللحية ثقيلة على بعض الرجال وصارت الحواجب ثقيلة على بعض النساء أو كثير من النساء، من تسويل الشيطان وإغرائه ليحمل الناس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تغيير خلق الله، لأنه تعهد فقال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم.